قامت بلدية محافظة العاصمة بجولة تفتيشية على أسواق المباركية لتطبيق قرار مجلس الوزراء على العاملين في السوق وتوجيه النصائح لهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام حفاظا على صحة المواطن والمقيم من فيروس كوفيد-19. بدأنا بعملية التنظيف، أهم شيء أن يكون المكان نظيف، هذه واحدة. والشغلة الثانية ترتيب المحلات والبسطات من البضاعة أنها لا تنزل على الأرض على أساس لا تسبب زحمة حق الناس اللي داشة. وعندنا طبعا ما يدشون إلا بكلابسين الكمامات والكلافزات زين على أساس يتسوقون، وطبعا دائما ندخل ناس ونطلع ناس على أساس لا يصير عن التزاحم. الجولة التفتيشية أسفرت عن مخالفة عدد من الباعة المتواجدين في المحلات واللحوم بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية بالنظافة العامة وتحرير مخالفات لهم. عندنا مفتشين قاعد ياخذون الحرارة قبل لا يدش السوق، وطبعا يتأكدون أنه لابس الكمام ولابس الجلافز، وطبعا هم نمنع منع باتن دخول الأطفال. دورنا قسم إزالة مخالفات دور رقابي وهم تنظيمي، نقعد ندش السوق ونشوف شنو المحلات والبسطات اللي ملتزمة بالشروط الوقائية والصحية، وناخذ لنا جولة اللي نشوفه مخالف نعطيه مخالفة عدم التزام بالشروط الوقائية وبالشروط الصحية. طبعا هذا شرط مهم انه يفتح المحل، احنا شرطين عليهم ان كل محل بحد اقصى يكون فيه 3 عمال، واشتراطات انه يكون فيه جلوفز وكمام وما يدخل عملاء وايد بالمحل، وهم يكون فيه عند المعقم. بس الحمد لله اشوف ما شاء الله خير موجود، الحمد لله يعني فعلا كل شيء موجود، كل شيء كل شيء كل يبيه الانسان كل يبيه الشخص موجود، فضل من الله. كل شيء متوفر والنظام وايد زين والترتيب عدل والنظافة وهدوء الناس وترتيب وايد ممتاز جدا. الجولة التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء الكمام لمرتادي سوق المباركية والعاملين، وذلك للمحافظة عليهم من فيروس كوفيد-19. نجيب القحطاني، لتلفزيون دولة الكويت.